هلا والله، احنا متابعين رجعنا لكم في حلقة جديدة ومميزة وبأكلة جديدة. احنا حاليا في موسمها وهي القدرة الفلسطينية من مطبخ العميد. وقبل ما نبدأ يا جماعة الخير حلقتنا، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا. جماعة الخير، احنا حاليا بانتظار القدرة يا جماعة، القدرة الفلسطينية على الطريقة الغزوية. فانت جاهز بشار؟ انا جاهز. مسح ولا شيء بتلاقي فيها؟ جاهزين انتم معنا؟ جاهزين يا جماعة. يلا يلا بينا. طبعا القدر الفلسطينية يا جماعة الخير معروف المكونات الأساسية. محمد، إيش عن المكونات تاعت القدر بشكل مختصر؟ عندنا المكونات الأساسية التومة والحمص والكركم وبهار القدر. هذا أهم إشي لازم يكون في القدر. بيجي فيها بعض المنكهات مثل الهيل، القرنفل، القرفة، ورق الغار، منكهات للحمة، وش بعض الخضار، البصل، الفلفل الحراق والبندورة. عنا سعر القدر يا جماعة الخير الكيلو أو الكيلو ونص بسعر 50 شيكل، من كيلو ونص لاثنين كيلو بسعر 60 شيكل، وعنا من 2 لثلاثة كيلو بسعر 80 شيكل يا جماعة الخير، طبعا من مطبخ العميد زي ما حكينا في بداية الفيديو. نبدأ يا محمد نجرب القدرة. يلا يا جماعة الخير، طلع اللحمة كيف داية ساخنة زي النار. القدرة طبعا تطلع عشان تكون في فخار وفرن عليها هبو، فبتضلها ساخنة. يعني لو بخليها ساعة بتضلها برضو ساخنة. جرب. بسم الله. اللحمة القرية ما بتحتاجش انك تضلها تمضغ فيها لحالها، بتدوب فوز دوق زي ما بيحكوا، رهيبة جدا ومليانة حمص وتومة. القدر حمص وتومة كمية رهيبة، كمية الحمص كبير. وهذا حجب رائع هذا اللقمة زي ما هي، شوية توم زي هي. ورائع هذا اللقمة ذا. تعال تحب التومة؟ اه. تعال جرب. لا بارد، اقلقل. نهر بارد، ما هي دويت. والله بارد، عليها لبن جوا يا راجل. طيب بارد يا راجل. طبعا يا جماعة الخير، القدر اللي قدامنا 3 كيلو تكفي من 12 ل 15 شخص يا جماعة. شايفين كيف الهبو؟ اللحم جوا كيف مفتفتة؟ طلع جاي بدوب اللحم تحت يا محمد. طلع كيف مفتفت اللحم، طلع الهبو اللحم، طلع كيف. مدفونة ومفتفت اللحم. طلع يا جماعة الخير، اللي أنا شايفه الرز زي ما أنتم شايفين. كيف محمد شايف الرز أنت؟ مفلفل، طلع مفلفل. كمان ملاحظة، الرز هان جايب حبة كبيرة، طبعا رز خاص في المكان اسمه رز العميد. والتومة هان شغل
مناعة مناعة. عشان تبرد للحين يا عمي، عشان الفخار بضلوا حافظ الحرارة، فهي بتضلها من جوا زي النار. نار. انت شايف كيف انا قاعد العرق بزرب مني زرق مش قادر. عم ابو احمد تعال معنا بالله ميت، بدنا نحكي، تعال معنا تعمسه بدنا صراحة. يسلم ايديك على سلم ايديك صراحة. جودة الرز عجبتني، القدرة، التوابل، حط رز يعني مظبوط 100%. زبط لك لقمة هيك تنبسط فيها. صحتين وعافية. التومة يا عم التومة. ها يلا هو مش التومة وحمص في القدرة. كيف هيك الامور عم ابو احمد؟ القدرة مقدرة زي ما بيقولوا، من جوا الحرارة فيها لحتى الآن. هذه كلمة حلوة، القدرة مقدرة. بده يقدر ضيفه، بده يعمل له قدرة. قدرة صراحة. يسلم إيديك، جودة الأكل عالية جدا، ويسلم إيديك. بتشرفونا والله. الله يسعدك. هيك بكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة الجميلة الممتعة. يسلم إيديك شيف الغالي عم أبو أحمد. صحتين وعافية على قلبك. بتمنى منكم تعملونا لايك وشير وسبسكرايب، وللقاء في حلقات أخرى. هذه لكم، بعديها السلام. سلام. القصة نعمل تحدي، انا بحب اخذ الاشي على الجاي. نعمل تحدي مين ياكل السدة؟ لا 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 لا